جزاكم الله خيرا. هل يجوز للمرأة أن تكشف وجهها أمام خطيبها طوال فترة الخطوبة بدون عقد قران؟ لا يجوز هذا لأنها أجنبية منه، ولا يحل لها أن تكشف له شيئا من جسمها بمجرد الخطبة من غير عقد قران، ولكن رخص الشارع للخاطب أن يرى من مخطوبته ما يرغبه فيها كالنظر إلى وجهها وكفيها بحضرة وليها من غير خلوة بها، وهذا لا يستمر وإنما بقدر الحاجة فقط. نعم.